مي، اعملي لك حبيبتي حاجه سخنه. مش قادره. لا طب يلا ننزل المستشفى دلوقتي. لا مش عايزه. مي مي تمام. ايوه انا اللي انا عايز اعرفه دلوقتي يعني الالم اللي عندها ده طبيعي ولا لا؟ لان هي تعبانه جدا. اوكي. طب ثانيه واحده. يا حسين. طب استنى. لنا. حاضر. حسين بيسأل هو نزيف عادي ولا جامد؟ لا لا عادي. طب ما نوديها مستشفى او نخليه يجي يشوفها. مش راضية خالص. ولا حتى حسين يجي؟ مش عايزة حد يشوفها خالص. لا يعني اللي انا بتقولي النزيف العادي. اوكي. ايوه بس ده يعني مفيش اي خطوره عليها؟ طب اقول لك ايه وحياتك يعني خليك بس مركز مع التليفون عشان لوحدك. تمام. سلام.